اهلا بحضراتكم مره تانية، وما اعتقدش بعد الكلام الكتير اللي انا قلته في المقدمه ده اني محتاج اقدم مره تانية الفنان تامر عبد المنعم. اهلا بك يا تامر، منور نهار. اولا يعني انا عايز اشكرك جدا على المقدمه الجميله اللي انت قدمتني بيها. الله يعزك. نمره اتنين اشكرك على انك كنت الوحيد اللي بتسيبني اقول رايي من غير ما حد يحجر عليا في جورنالك اليوم السابع. كنت بشتم بس عادي. يعني انا مش شتم، انا الوحيد اللي كملت. هم اللي شتموك كلهم مش كله وهربوا. كله غير رايه. نمره ثلاثة، احب اعرف نفسي في بدايه الحلقه. ايوه، انا في النهايه احمل الجنسيه المصريه وما عنديش حاجه غيرها، فانا مواطن مصري. ليا حقوق. لا انا ما بقولش عليك. ليا حقوق في خلي الباسبور بس عشان نتاكد ان هو باسبورك. يعني مش اتفضل اهو. بس ممكن تكون جايب باسبور اخوك ولا خلاص. احمل الجنسيه المصريه ومن حقي ان انا اقول اللي انا عاوزه طالما في اطار القانون وطالما ان انا رجل غير مدان قانونا. طب انا تامر، بص يمكن شوف، انا قلت للساده المشاهدين مهما كان انت تختلف مع اي حد تتفق مع حد، انا محترم فيك كواحد بقى مؤمن بالديمقراطيه بحقه حقيقي، يعني مش من اللي هم ايه مش مؤمنين، ان انت حافظت على موقفك. بس انا سؤالي هو، انت بتحب الخناقات؟ يعني انت بتحب تعمل خناقه؟ لا. وتخوض خناقات؟ لسه برضو انت كنت موجود في برنامج من مع احد الزملاء وخناقات خناقات خناقات. هل انت شايف انه السياسه، ما هو ده بيدي صوره سلبيه عن الشخص؟ يا عم ده داخل بصدره. طيب انا في موقف ضعف، انا لا ادافع عن رئيس حالي. انا مؤمن بقضيه. انا ما اعرفش انام قدام عيالي قدام جنب زوجتي وانا كذاب او وانا نطع شفت حق وسكت، يعني عملت كده وعمت مع الموجه. حضرتك شاهدتني في اكتر من عركه حقيقيه، مش عركه تلفزيونيه ولا صحفيه. وكنت بتقابل في عام 2011 وفي 2012 في عز الصوت العالي، وكنت بقول انا عايز اقوله في وش اي حد. وعلى فكره الغريب ان ما كانش حد بيرد عليا، يعني انا كنت بستغرب ده. يعني معقوله كده انتوا بتخافوا كده؟ امال ايه اللي انتوا عاملينه في البلد ده؟ وانا مقتنع بان هذا الرجل مظلوم. ده قناعة. قناعتي الكامله وانا بحب هذا الرجل. هو كل المعلومات اللي طلعت لم تدينه في اي فساد، وهناك قضايا لازالت تنظر. لا خسر الرئاسة خد حكم في حضرتك في نقد وفي تحديد لميعاد النقد. لما تتقفل قضايا خالص نبقى نتكلم. زي ال 70 مليار، فانا شفت ان حكايه 70 مليار دي يعني عمليه اوفر قوي وما يصحش انها تتقال، وقلت ده. في ناس كانوا عارفين ده وسكتوا. زي حكايه المخلوع، وكنت بكلم حضرتك وكنت بقول انت انا بنتمي لليوم السابع وما احبش ان اليوم السابع تكتب المخلوع لانه لم يخلع بشهادات المحكمه، بشهادات المشير، بشهادات رئيس المخابرات الله يرحمه عمر بيه سليمان. ان هو اللي ساب الحكم. هو اللي ساب الحكم. ما ينفعش المعزول طلع حذره وزير الدفاع وقال له قدامك 3 ايام، لو ما كنتش هتلم هنعزلك، وفعلا عزله. هناك ده لم يحدث مع مبارك، فهو ليس برئيس مخلوع. وهناك 30 سنه مع هذا الرجل. 30 سنه دول انا عشت فيهم وحضرتك عشت فيهم وكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي عاشوا فيهم. لان اكيد بيتفرجوا علينا عندهم 4 سنين مش فاهمينه، فكلنا عشنا فيهم. ما ينفعش ان احنا نضحي بيهم كده. وهنا كان خلافي على الجداريه. لان عمل. ايوه، انت بقى في الجداريه اتخانقت. ايوه، وهي دي النقطه اللي انا بقف فيها عند انت فنان وكنت رئيس قصر السينما ومثقف وأقلون. ومن عيله مثقفه وكل حاجه، وعيله محترمه جدا ووقوره وحقيقه يعني. ليه عرض الافكار بالخناق؟ ليه عايز تتخانق وانت الفنان والمثقف؟ صادي يا استاذ خالد، عقليته كده. يعني بدا الكلام بيقول لي اللي عمله الرئيس السيسي في الكام شهر اللي فاتوا دول باللي عمله الرئيس مبارك في 30 سنة. فلازم على طول أقوله دندرالاران تنت وأكمل بقى. هنطبل ونزمر ولا هنتكلم كلام محترم وكلام عاقل؟ ما تجيش تخش لي أنت بالطوب وأنا هقف أجيب لك كنافة. أنا كمان هروح زقلك بالطوب. والمنطق بتاع إخواننا اللي بيطلعوا ضد مبارك أنا حفظه، وأنا طلعت كتير في مواجهات معاهم. خش على فيروس سي، خش على السرطانات، خش على 70 مليار، خش على التوريث، هم دباجة كده. وبعد كده تغلبهم يقول لك الشهيد.
كل الاحترام لكافة الشهداء من الشعب ومن الشرطة. يعني تقصد في اسطمبة واحدة في الهجوم هي هي. ايوه بس انت مش يعني انت ازاي انت كتامر شايف ان 30 سنة بالعكس يعني شايفهم كلهم حلوين؟ انا ما اقولش كلهم حلوين على فكرة. طب وانا يعني كنت بكتب وفيروس سيدا ايه ما فيش حد وقف قصاده. هو فيروس سيدا حضرتك حد وقف قصاده. الرئيس مبارك دخل خبط على الباب كده وفي ايده حقنة ورا ظهره وراح مدينا فيروس سي في العضل مثلا، ولا فيروس سي ده من الخمسينات من ايام ما كانوا بيغلوا الحقن؟ ما هو في كلام يتقال وبالمنطق. طب ما نقول ان شال الاطفال قضت عليه السيده سوزان مبارك، ما نقول ان 57 357 اكبر مستشفى سرطان بالمجان اتعملت في عهد مبارك وبمساعدات من السيده سوزان مبارك، نقول اللي ليهم واللي عليهم. ده فلوس المصريين يعني مش مساعدات، عظيم يعني تبرعات. ايوه يا فندم، بس في حرم رئيس دوله تقيل ما هوش قليل طلع في عهده، مش هقول النهار انها طلعت بعد عهده لكن جريده اليوم السابع وطلع في عهده جرائد كثيره وكان هناك حريات، وله زوجه عملت شغل في الثقافه انا اقدر اتكلم عنه، هي مش هتعمل لي حاجه دلوقتي. طيب انت اصرارك دلوقتي على يعني معلوماتي ان انت انه في انه مبارك بيقول مذكراته، انه تامر عبد المنعم من الناس المرشحه انها تسجل هذه المذكرات او تكتبها، سواء كانت متلفزه سواء كانت مكتوبه سواء كانت موثقه اي حاجه. طيب انت النهارده شايف المشروع بتاع مذكراته ده في اطار حرب سياسيه يعني ولا في اطار، معلش خلينا اكمل سؤالي عشان يبقى ايه كل اللي في قلبي قلته لك، اتفضل، ولا في اطار بيزنس تجاري؟ اوكي، انا لا تسمح اخلاقي ان انا اتاجر بقعده قعدتها جنب هذا الرجل. لا تسمح اخلاقي ان انا اتاجر بقعدة قعدتها مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، من أنا؟ من أنا علشان أكتب مذكرات محمد حسني مبارك اللي عبر في 73 واللي كان نائب رئيس جمهورية اسمه أنور السادات واللي حكم مصر 30 سنة؟ أنا سمعت منه أني قعدت معاه كتير. سجلت؟ لا ما سجل، هسجل، هو مش هيسمح لي ان انا اسجل، لكن سجلت بدماغي بوداني. انا اتيحت لي الفرصه اللي فيه كثير يحلموا ان هم تتاح اليهم ان هم يقعدوا معاه، وسمعت كلام اخلاقي تسمح بان انا اقول جزء منه، وفي حاجات ما ينفعش ان انا اقولها لانه وثق فيا او 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 قعد معايا في امان. ولا يمكن في يوم من الايام هتجد، وده عهد عليا يعني، ان انا ممكن اتاجر بقعده من دول او بصوره من دول. انا قبل ما انزل صوره ليا مع الرئيس مبارك بستاذن منه او من زوجته. انت نزلت صور على انستجرام او السوشيال ميديا؟ ونزلت، انا الوحيد اللي نزلت سيلفي مع السيد جمال مبارك والسيد علاء مبارك. وانا كم كنت اتمنى في الزمن الليس ببعيد يعني اني اكون بتصور جنب جمال او علاء مبارك، يعني مش عيب، ومش عيب ان انا اقول ده على فكره، هم مش قتالين قتلة يعني. انت ما بتشوفش ان انت لما بتعمل ده انت بتبقى مستفز شويه، لانه في النهايه ده رئيس وعيله قامت ضدها ثوره، ومهما كان انت بتقول انه بعض الناس هاجموه بالسرطان وفيروسي، في حاجات اكتر من كده يعني. خليني انا اقول لك وجهه نظري. اتفضل. ان انا حتى الان بعد 30 سنه عندي 12% بس من قرى مصر فيهم صرف صحي، حتى الان بعد 30 سنه الجيش قوات المسلحه المصريه والمشروعات اللي بدات بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقه وانا وبالارقام شيء مذهل اللي حاصل في مجال الطرق، شيء مذهل اللي حاصل في حتى في تغطيه العجز في الكهرباء، في اعاده بناء علاقاتنا العربيه، في حاجات كتير جدا. يعني دلوقتي الواحد بيقول ايه؟ الله، معقول؟ انا مش من الناس اللي مش هيطارين مبارك، لكن برضه في نفس الوقت انه ما يستحقش يا اخي كل هذا التقدير منك. طيب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم ان احنا نتفق مبدئيا ان يوم 24 يناير 2011 نحن كنا دولة ولنا علاقات عربية ولنا علاقات قوية جدا مع امريكا، ولنا علاقات ند بند مع اوروبا، ولن يكن يسمح سواء الدولة او رأس النظام اللي هو مبارك ان احنا نتهان كما اراد ان يصور البعض. احنا ما كناش دولة صغيرة، وكنا دولة كبيرة. وبدأ باعتراف الرئيس السيسي نفسه في النهاردة، لسه شايف على اليوتيوب يمكن من 10 أيام، ان هناك بقصد وبغير قصد من هدم الدولة المصرية. اراد ان هو يدمر ويهدم في الدولة المصرية، وان هو عليه ان هو يرجع هذا الاستقرار مرة اخرى. ورجعت علاقات مع دول عربية
زي ما حضرتك قلت وبدانا نفتح في المؤتمر الاقتصادي وبدا المشروع المجرى الملاحي. انت بعيدا عن اصل السؤال. انا جاي لك في السؤال. اصل السؤال انا جاي لك انه مش سرطان وفيروس سي. انا جاي لك انه انت النهارده بتدي تبجيل زائد لرئيس مساحة إنجازاته الرقمية مش زي ما مساحة إنجازاته الرقمية. أدعوك إنك أنا مستعد أكتبها عندك في اليوم السابع على الهوا. هو بقول لك إنجازاته الرقمية ده واحد. اتنين، لما الاقتصادي يبطل يزايد برضه في التقليل من حجم هذا الرجل، أنا هأقلل من المبالغة في التمجيد في هذا الرجل. أنا عايز نعترف اعتراف واحد، إن عجلة التاريخ لن تعود إلى الخلف، لن يعود نظام مبارك مرة أخرى، لن يعود الرئيس مبارك مرة أخرى رئيس، أو الوريث كما أشاع البعض جمال مبارك سيأتي رئيس، والكلام ده خلاص ماضي وانتهى، زي السادات لما مش هيرجع، وزي نجيب وزي ناصر وزي مرسي وزي أي حد من اللي مشوا مش هيرجعوا تاني. وإحنا دلوقتي بنعمل على أننا نشتغل في البلد مع رئيس كلنا ملتفين حوله، وكلنا كمصريين لينا حقوق في هذه البلد. صح ولا غلط؟ صح. انا برى ان الاعلام والميديا اللي انت اتكلمت عنهم في الاول بيدوا بعض من هم ضد مبارك يعني ميزه عن اللي مع مبارك. فانا حتى فكرت اكتب، يعني اكتب بقى، انا بعرف اكتب برضه، نكتب مقاله عن ابناء مبارك والفرق ما بينهم وبين ولاد الثوره مثلا او ولاد الاخوان. مين رموز في اولاد مبارك؟ يعني هل في برادعي في اولاد مبارك؟ هل هناك برادعي؟ هل هناك ايمن نور؟ هل هناك محمد مرسي؟ مالهم دول يعني؟ يعني سؤال، في رمز ليهم ولا في حاجه كده اسمها اولاد مبارك؟ في حاجه اسمها اولاد مبارك وفي صفحه اسمها انت من اولاد مبارك برضو؟ انا من اولاد مبارك ولي الفخر. اسمعني بس، اوكي؟ ايوه، بس انا مش زي البرادعي ولا انا زي ايمن نور ولا انا سبت هرب. ايه اللي ماله؟ ايه يا استاذ خالد؟ هرب واقرا السموم اللي بيبخها في تويتر. وأيمن نور ومرسي واللي باعوا البلد. أرجع لك بس، أولاد مبارك لما جه المشير مسك البلاد ما شتموش المشير. أولاد الثورة شتموا المشير وقالوا هسقط حكم العسكر وبأس من الإخوان. أولاد توسط ثورة يناير. ما لو أولاد مين؟ لما جه التصويت على الدستور في مارس أولاد مبارك راحوا صوتوا وعملوا كل حاجة كما ينبغي، هم عصروا ليمون واللي قالوا لأ ولا. لما جت انتخابات البرلمان احنا رحنا ما رشحناش القوى الاسلاميه، هم راحوا رشحوا القوى الاسلاميه. لما جت انتخابات شفيق ومرسي كلنا رحنا انتخابنا شفيق، هم عصروا الليمون ونجحوا محمد مرسي. لما جت ثوره تقصد ايه؟ بوظوا البلد تقصد؟ يا فندم بوظوا البلد. احنا دخلنا في لعب عيال، والعيال دي حركت الميديا وحركت الصحافه وحركت البرامج، لدرجه ان عبد الرحمن بن يوسف القرداوي اصبح له برنامج، اول مره اشوف مذيع عامل كده ويتحدث بهذه الفذلقه العميقه وبيشتم اي حد وبيسب اي حد. ومعرفش ازيك موجود في محطه كبيره سي بي سي. انا ماليش دعوه كبيره يعني. ايه محطه كبيره يعني؟ يعني والراجل اعلام برضو. كان بيكتب في اليوم السابع برضو. ومش كل الناس كانت بتكتب انت وهو. لا بس انا كملت، انا الديمقراطي الوحيد خد بالك. لكن ايه، كانوا بيطلعوا وكلهم اصبحوا اعلاميين وكلهم اصبحوا كتاب وكلهم بقوا اعضاء مجلس شعب وكل. احنا استفدنا ايه ولا عملنا ايه؟ انا واحد يعني زي تقصد انه ابناء مبارك دول اللي انت برضو بتقول بتفخر انك منهم ما استفادوش والتانيين استفادوا. طبعا. بس ده هل يديك حق ان انت تصف في انه ان لازم نحذف ثوره يناير دي من كتب التاريخ؟ يعني مش شايف برضو ان ده من حيث انت بتريد ان ده ان انت تبقى ديمقراطي وبتاع، ان انت عايز تحذف من كتب التاريخ؟ يعني بتدافع عن جداريه ما فيهاش صورة مبارك رغم انه الجدارية كانت معمولة لحاجات في قناة السويس؟ ما شفتش الحلقة. انا قلت لو نقدر نحذف 25 يناير من التاريخ نبقى نحذف مبارك من التاريخ. لو ما نقدرش نحذف اي تاريخ. انا كنت ضد هدم الحزب الوطني. مفيش حد بيهد التراث. والحزب الوطني ده جزء من تاريخ مصر. ده منبثق من الاتحاد الاشتراكي. ومين قعد في هذا يعني انت بس جاي لغايه ما وصل ان جمال مبارك امين سياسات واحمد عز امين تنظيم، ويعني هم بس الوجوه دي هي اللي هدت هذا الصرح. طب ما خلاص هم كانوا مشوا، انا ليه هديته؟ وعلى فكره هده كان غلط. ده رايك هدم الحزب الوطني غلط. وخد دي كمان بقى هقول لك راي تاني، الظهير السياسي مهم جدا لاي رئيس، والرئيس السيسي لابد ان يكون له ظهير سياسي من وليس من فقط الحزب الوطني من اي مكان. يا سلام. من اي مكان
على فكره الحزب الوطني ده ما هو الصب يا استاذ، يعني يرجع الحزب لو في، انا ما قلتش رجع الحزب الوطني، يعني ما هو الحزب الاشتراكي بقى الحزب الوطني يسموه اي حزب، يعني يعتمد عليهم مره تانية عايزه يعمل كده. انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ عايز الحق. خبره غير عاديه في الانتخابات البرلمانيه تضاهي خبره الاخوان والاسلاميين وحزب النور. الاحزاب خبره في الانتخابات ولا خبره في تزوير الانتخابات؟ لا يا فندم، خبره في الانتخابات وفي الحياه البرلمانيه. يعني مش في تزوير الانتخابات. تزوير الانتخابات دي على فكره دي مساله بتاعت الداخليه ملهاش علاقه بالحزب. هو انا يعني انا الداخليه كانت بتزور نفسها، كانت بتزور اللي بتوع الحزب. ده رايك، انا ما اعرفش. ده مش راي، ده فاكت. آه محكوم بيه قضائيا. ما تقولش كده بقى عشان ليه، ما هي دي نفس المنطق. ما تجليش بقى في حتتي. ما هو ده نفس المنطق. لا يعني عندك نفس المنطق بتاع نقد كتيره جدا 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 لها علاقه بهذا. ما لو كان في انتخابات اتزورت فيه ده بتوع الحزب الوطني يا راجل قالوا انه ده متزور، يعني قالوا ان 2010 متزور. بتوع الحزب الوطني نفسهم قالوا ده. اه والله. خلاص يبقى هنا على فكره في الكرسي ده مين؟ واحد من قيادات الحزب. اسمه اسمه ايه بتاع عميد عقبه؟ سيد جوهر. بص يفتح، جاهزين انا احنا على طول. اوعى تخش معايا في محاججه. سيد جوهر وقال انا مشيت، قال انا مشيت وكان الحزب مش عايزني والكلام ده موجود. الحزب مش عاوزه فمشي. لا ثانيه واحده، ودخل الانتخابات لوحده، وبعدين جيت اروح لقيتها بتتزور من الصبح مشيت. خاف يخش في تزوير، بيقول لك ايه. وعلى فكره احمد عز نفسه هنا برضه في نفس الكرسي ده. انا على فكره برضو حلقة صعبة جدا، بشفق على حال المهندس احمد عز بالمناسبة. لا استنى هجي لك انا على احمد عز، بس هاخد فتحية من بالها. ده شايل الشيلة كلها. ده هو طب احمد عز كان سبب الثورة في تونس؟ هجي لك. الربيع العربي في تونس وليبيا كان احمد عز برضه سبب فيه؟ فتحية من بنها. اهلا يا فتحية. الو الو الو، تليفونات فين؟ رشاد من طنطا. رشاد الو، مش مظبطين ليه؟ شفت وقعوا الاثنين. طيب ماشي، انا هجي لك على احمد عز. بس يعني ايه، بس انا النهارده انت بتقول ايه؟ بتقول الرئيس لازم يكون عنده ظهير سياسي. نعم. حلو قوي. وبتقول عايز الحق ولا ابن عمه؟ الحزب الوطني وخبره في الانتخابات. طبعا. بس ممكن يكون طبعا في عصبيات في الصعيد، ما هماش كانوا حزب وطني من الاساس، يعني دول الحزب الوطني احتلهم. لا مش احتلهم، اي حزب كبير بيرقصه رئيس الجمهوريه او تابع للحكومه كل العائلات الكبيره تقول لك العب. هو ده ما بيجيبش نتيجه ديمقراطيه تامر، وانت عارف. ما هو ليه احنا عندنا تامر بيتخانق والبلدع بيتخانق وايمن نور بيتخانق ومش عارف مين بيتخانق؟ لان احنا ما عملناش في نهايه ديمقراطيه. وانت هتعمل ديمقراطيه مصر؟ انت تقديرك ايه؟ تقديري ان احنا محتاجين نفهم مفهوم الديمقراطيه الاول عشان نعمل بيه. اي يعني؟ ايوه فندم. يعني في فهم خاطئ للديمقراطيه. يعني انت مش عايز الرئيس يعمل ديمقراطيه؟ انا مش عايز. انا عايز الرئيس يعمل ديمقراطيه، وعايز الرئيس يبقى احسن رئيس في مصر. امال ايه؟ خلاص انا ما بتكلمش على الرئيس دلوقتي، انا بتكلم على يعني ديمقراطيه يناير. الجماعه بتوع ثوره يناير ديمقراطيتهم ان هم قصوا من الوجود شيء اسمه حزب وطني، وشيء اسمه انصار لمبارك، وشيء اسمه ابناء لمبارك. ولا صوت كان يعلو صوت الثوار والثوره والثوره بالثه كده و و و و. لو هي دي الديمقراطيه يبقى معلش. طب نشوف راي الناس. مدام اميره من اكتوبر، اهلا بيكي يا مدام اميره. الو. ايوه اهلا مدام اميره، اتفضلي يا فندم. لو سمحت بس عايزه ارد على الاستاذ تامر واقول له بس حاجه بسيطه. اتفضلي يا فندم. اقول له ساعه ما حصل العباره السلام اللي راح فيها 1400 اسره. ايوه فندم. والرئيس مبارك ورئيس الوزراء وزوجه الرئيس مبارك والوزراء كانوا حاضرين كاس الامم الافريقيه، ترد تقول ايه؟ تمام. والقطر اللي اتحرق ليله الوقفه بتاعه العيد الكبير. والله يرحمه رئيس الوزراء عاطف عبيد راح وقال اصل الناس البسطاء اللي على قدهم ولعوا البابور ومش عارف حصل ايه والكلام ده. دي نقطه. النقطه الثانيه، لما الرئيس مبارك جاله المرض في البنكرياس راح اتعالج في المانيا، روح اتفرج على معهد الاورام وشوف الناس مرميه ازاي في الشارع على السلم على السلالم. ها يا استاذ تامر عمال تقول مبارك مبارك، احنا شفنا ايه حلو في عهد مبارك. شكرا مدام اميره. شكرا جزيلا. مين التاني؟ طب حامد من اسكندريه، اهلا بيك استاذ حامد. استاذ حامد من اسكندريه، الو مالكم يا شباب؟ الو. طيب رد عليها، عندك فرصه ترد. مدام ميرفت. مدام اميره. مدام اميره من اكتوبر. ما حدش قال ان المريض المصري او المستشفى المصريه ما فيهاش فساد،
ما فيهاش ناس بتصعب علينا، ما فيهاش ما فيهاش كلام ان احنا ندافع عن ده. بس انتم كنتوا يعني مش انتم، ما اقصدكش انت، اللي بيهاجموا راحوا يهاجموا يقولوا ان مفيش 73 بقى، يعني مبارك ما كانش له دور في 73. لا هي ست معلش ثواني بس، اللي ما قلتش عليها هي، انا قلت مش عليها، ثانيه واحده، نبض مواطنين. اللي هجم لما تيجي تقول لي ان في مرضى مرميين في الشارع وانا افتح بقي ابقى استاهل ان هي تخش تمد ايدها وتضربني على دماغي، انا ما اقدرش افتح بقي في حاجه زي دي. لكن لما تقول لي ان مبارك ملوش دور في قناه السويس واسكت، يبقى هي برضو استاهله تضربني على دماغي. انت ما قلتليش ده عشان انا اسكت، انت قلتولي حاجات كلها هو اللي دور فيها. طيب مش ده ردك. وبعد كده محمد انا ما قلتش ان هو من نبي الجيزة. يعني. محمد. ألو. من الجيزه. الو علي، اتفضل يا استاذ محمد. استاذ خالد، انا عايز ارد على الاستاذ تامر عبد المنن. اتفضل. حضرتك انا كنت موجود في لجنه من لجان 2010 عن الحزب الوطني. واقول بحب اقول لحضرته ان برضه الكلام اللي قاله المهندس سيد جوهر مظبوط، ان الانتخابات اتزورت لصالح سفير نور لان الحزب ما كانش راضي عن المهندس سيد جوهر في الوقت ده. تمام. انا ما هاجمش ال، وانت كنت في اللجنه يا محمد؟ انا كنت في اللجنه وجم الناس اللي بتيجي كل مره استاذ محمد، طلع الناس بره. استاذ محمد الو، استاذ محمد انا مش قضيتي الحزب زور او ما زورش، يعني انا مش بتكلم، انا ما اعرفش. حضرتك بتقول انه حصل يبقى حصل، الناس صارت وهم حلوا الحزب وحلوا مجلس الشعب يبقى اكيد هم ادرى انه حصل. انا مش دي قضيتي اللي انا بتكلم فيها على فكره. إيه انا مش قضيتي ان انا جاي انا مش جاي اعيد انتاج مبارك، وده اول كلامي. انا قلت عجله التاريخ لن تعود الى الخلف، لكن انا بقول ادوا كل واحد حقه. زي ما انت بتقول ان الانتخابات اتزورت وهو كرئيس دوله كان موجود اياميها على راس النظام، يبقى هو مسؤول عن ده، لازم تقول ايضا حسناته وتذكرها. طيب. ولا تمعيد من التاريخ. هديك فرصه ترد على كل الناس. استاذ نصر من القاهره. مساء الخير يا استاذ خالد، ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. استاذ خالد، الحقيقه انا مش هكلم الاستاذ اللي قاعد مع حضرتك، انا هكلمه من خلال حضرتك، وعايز اقول لحضرتك ان انا زعلان جدا من حضرتك، لان انت استضفت حد بيتكلم على 30 سنة من الشقاء والبؤس عاشه الشعب المصري كله. طب ده كلام. ومعنى ان احنا ندي فرصة للناس تتكلم ان العهد ده او 30 سنة كانت كويسة، ده معناته انه لو كانت يناير ثورة ولو كانت يونيو ثورة يبقى احنا انهينا كل هذه الاشياء. انا هقول للاستاذ ده من خلال حضرتك عناوين. نمرة واحد، لما يبقى النص الفاضي في الكوباية في تعليم انتهى تماما، في صحة انتهت تماما، تعليم انتهى وصحة انتهت، وفي بطالة الى ابعد الحدود وصلت ل 13%، يعني في عندنا 13 مليون عاطل، تعليم منتهي، صحة منتهية. الاستاذ اللي مع حضرتك بيقول هو ما ادهمش حقن بفيروس سي، هو لم يوقف يا ابني نمو فيروس سي، لم يوقف مرض الناس، لم يعالج الناس. المريض اللي كان جنبه في المانيا بيقول له كون ان انت جاي تتعالج هنا يبقى انت لا تستحق، بعد 30 سنه رئيس لا تستحق ان تكون رئيس في بلدك. تمام، شكرا جزيلا استاذ نصر. انا هديك فرصه ترد على كل حامد في اسكندريه، بس التليفون اللي وقع. استاذ حامد اتفضل. استاذ حامد اهلا بيك يا استاذ خالد. اتفضل يا فندم. ازاي حضرتك؟ بتكلم على الاستاذ تامر عبد المنعم. اهلا بحضرتك يا فندم، وحابب اشترك في الحلقه مع حضرتك. اتفضل يا فندم. اقول رايي بصراحه. الراي ده انا قلته بعد 25 يناير اول ما فتحت قناه التحرير، وكان فيها المحامي اسمه منتصر الزيات، وكان مستضيف هاني شاكر، وكانوا مش مستضيفين هاني شاكر بس، كانوا عشان بيعاقبوه على انه نسيب سامح رأي. فانا اتصلت بقول يا جماعه حسني مبارك اتظلم، قفل في وش السكه، قال لي دي اراده شعب. شعب مين؟ انا في شعب اللي قال ان مبارك اللي حارب وبقاله 60 سنه حاكم مصر والبلد دي عايشه بخير، مبارك تقولوا عليه خاين وحرامي وعميل ويلي ويلي والكلام الفارغ ده كله. الناس نسيت السكن الشرك اللي كانوا عايشين فيه زمان، نسيت لمبة الجاز، نسيت حاجات كتير قوي. تمام. تمام. يعني انت ممكن بتكون بتأيد تامر فيما يتعلق بانه
الثوار والفترة التي تلت الثورة ما كانش في حد بيسمع حاجة، وهم كانوا بيسمعوا زي ما هو قال عن نفسه. كريم من اسكندرية، آخر تليفون قبل الفاصل، وهنرجع بعد الفاصل ناخد تليفونات تانية إن أردتم. كريم، ألو. مساء الخير. مساء الخير، اتفضل يا كريم. أنا بس عندي ثلاث نقط سريعة كده. اتفضل. إحنا لازم نبطل ناخد الإكستريمز، يا وحش قوي يا حلو قوي. تمام. كل واحد عنده أخطاء وعنده إصابات. بالنسبة لحسني مبارك والأدمينستريشن القديمة، رغم أنها تقدمت اقتصاديا في آخر 10 سنين جامد جدا، بس يعاب على حسني مبارك وإدارته أن 30 سنة التعليم وفساد الذوق وفساد الأخلاق، ماليش دعوة بالفساد المادي أو السرقات، لكن أنا النهاردة في اللغة اللي بتتكلم في الشارع ومستوى الذوق العام ومستوى الأخلاق ومستوى التعليم، ودي مبارك اللي مسؤول عن فساد الذوق حضر، ولو كان هو ورث من اللي قبليه، فهو كان عنده 30 سنة من غير رؤية انه ما عملش حاجة. اخطر حاجة. تمام. نمرة ثلاثة، تعريف الديمقراطية، بس عشان تعريف الديمقراطية كما هو في الدول الغربية، واحد احترام القانون، نمرة اثنين مفيش حد فوق القانون، نمرة ثلاثة كل واحد عنده fair chance انه ياخد شغل او دين، او نمرة أربعة الأغلبية، فالأغلبية ما تنفعش غير بعد الثلاثة الأولانيين كما دستور أمريكا، زي ما في أمريكا رئيس جمهورية اضطر انه يستقيل نيكسون عشان خالف القانون. تمام، بشكرك شكرا جزيلا كريم من اسكندرية، وهاجر لتامر عبد المنعم للرد بعد الفاصل اللي جاي، وكمان يقول لنا هو مبارك شايف كل النقد ده ازاي ان كان قاعد معاك فترات طويلة، ما الذي يرد به مبارك على هؤلاء الذين لا يزالوا غاضبون حتى الآن بعد الفاصل. ثلاث تليفونات غاضبين. أهلا بحضراتكم مرة تانية. أستاذ تامر، قبل الفاصل كنت بسألك، طيب يعني الكلام حوالين ان في مذكرات لمبارك، كلام يعني ممكن انت تكون مش عايز تكشف كل حاجه دلوقتي. ما عنديش معلومه، لو عندي هقول كل حاجه دلوقتي. لو عندي هقول والله، مش قدامي بقى. حاضر، مش هقول قدامي، سيبك على الهوا. لكن من حصاد جلساتك مع مبارك، الراجل ممكن يرد على هذا الغضب المستمر ازاي؟ الراجل ده خد مصر 62 سنه و10 ايام. 62 سنه، انت حاسبهم باليوم؟ هو قال كده. قال لك انت قال ده معروفة يعني، لو جوجل ما سمعتش 10 ايام دي. 62 سنة و10 ايام حارب فيها في اليمن، وحارب فيها في 67 و56، خد حروب مصر كلها، وخد مرحلة السلام، وكان نائبا لرئيس كبير، مش هيختار واحد كده اعتباطا، وكان رئيسا لي ولحضرتك ولكل الاخوان اللي اتكلموا، والراجل يرد يعني الراجل اللي كلمك في التليفون كلمني من خلالك، ده مش عارف عندي جرب انا ولا ايه، مش فاهم، ما رضاش يكلمني. الراجل هو حر يعني، يلبس كمامه طيب ويكلمنا ليه؟ مواطن. لا، ما ينفعش ما تهاجمش المشاهدين. الله، ما هم هيهاجموني وانا هسكت؟ لا، هو ما هاجمكش، الراجل بيقول لك هكلم من خلاله، ما قالش حاجه. وهذا الرجل اللي معاك وبتاع، ما علينا يعني، هو قديم شويه، خليه رؤيه فاتوره الكهرباء يقول لي بقى بكام، وفاتوره المايه عنده بكام. يا تقصد ايه؟ الوضع لسه سيء يعني، ساعه الثورتين وقال لك لو ثوره يوليو وثوره يونيو وثوره الثورات الكتيره اللي قاعد يتكلم عليها دي، فاتورتك بكام في الكهرباء، وفاتورتك وبنزينك بقى بكام؟ لازم نعترف ان حصل خلل في الدوله، ربنا اراد في 30 يونيو ان هو يكرمنا وتعود مصر مره اخرى، ويعود الامل على ايدين رجل اسمه عبد الفتاح السيسي. لو ما اعترفناش بده هنفضل في الدايره. طب انت بتقول فاتوره المايه وفاتوره الكهرباء كام لو كان مفيش حاجه تصلحها؟ هو الغليو اللي احنا فيه ده ايه؟ رئيس الجمهوريه النهارده تطلع بيان تقول نهيب الساده المواطنين يخلوا بالهم ان في ناس بينصبوا باسم رئاسه الجمهوريه وممكن يتحكوا على الناس. انت عارف يعني ده معناه ايه؟ اللي بيقولوا الاخلاق والسوقيه بتاعت شوف الناس بقت لبس الجيش اللي اتضرب وبقت بيقفشوا عيال مزورين ولابسين لبس شرطه ولبس، بس ده ميراث الراجل بيحكم. من المستفيد من انهيار جهاز الشرطة وتسمية الأمن الدولة الأمن الوطني؟ مش عارف حد كان كاتب يعني تعليق عجبني على حكاية أمن الدولة، إيه بقى اللي فرق يعني أمن الدولة اللي هو اسم احنا واخدين عليه من الأمن الوطني؟ إيه التغييرات يعني؟ إيه
ايه؟ انا عايز افهم ايه هو برضه. ما جاوبتيش على سؤالي. نعم، يعني انت اكيد لما بتقعد مع مبارك بتساله اسئله لها علاقه بانه في ناس في الشارع برضه لسه متضايقه منه، ولسه في ناس مش كل الكلام اللي بيتقال عن انجازات وعن الزمن اللي مش عارف عمل ايه والاداء الاقتصادي وكل الحاجات دي، لسه الناس برضه شايفاه هو مدان، المدان الاول في انهيار البلد في 25 يناير. ماشي، هو بيقول ايه؟ انا هقول حاجه بس. سمعنا بعض الناس بيقولوا عن ثورات الربيع العربي اللي هي مش مصادفة يعني. انت ليه مش عايز تجاوبني على السؤال؟ هجاوبك والله، هجاوبك، انا ما بهربش، هجاوبك. تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن والحاجات اللي ولعت كثيرا دي، وهم اللي بيقولوا ثورات شريفة، هم اللي بيقولوا الربيع العربي، هم اللي بيقولوا في مؤامرة. مرة كتبت مقالة وقلت لك لو سمحت يا خالد حطها لي صفحة أولى، فقلت لي قالت ايه دي؟ قلت لك هفرغ لك فيديو اسمه فيديو المؤامرة الذي يستحق المشاهدة، وده موجود على اليوم السابع، وانت حطيته لي صفحة أولى، تفتكروا؟ لرئيس المخابرات الأمريكية في 2003 فكرة. بيقول ازاي نوقع الأنظمة العربية، وازاي نوقع نظام مبارك، وازاي بعد كده نوقع نظام السعودية، ونعمل تجربة كده في تونس وليبيا وسوريا كده بالظبط في 2003 ونشرناه. لازم نعترف ان كان هناك مؤامرة على المنطقة بأكملها، والكلام ده القضية مش في مبارك، القضية مش في مبارك خالص. وعلشان يبقى في مؤامرة مكتملة الأركان، لازم أقول ان مبارك عميل للأمريكان، فاخواننا الثوار اللي هم قيادتهم راحوا اتعلموا عند الأمريكان والجامعات الحقوقية وراحوا صربيا علشان يوقعوا نظام عميل اللي علمهم كلام، يعني لما تفكر فيه، وانا كتبته في المرافعة في الحلقة 28 على لسان الفنان احمد راتب، يعني هم راحوا صربيا وامريكا يتعلموا ازاي يوقعوا واحد عميل للصهاينة والامريكان، وشفنا بعينينا التجربة، وشفنا وصلت لايه، وطلع ان اسمه الربيع السلفي. ولولا ان الجيش المصري ما دخلش وانحضر في مشاكل لكانت الدنيا ولعت، وكان كل المنطقة دي اتقسمت بشكل تاني مختلف لولا 30 يونيو ولولا الجيش المصري والمخابرات المصرية. قلبت على توفيق عكاشة شوية بالكلام الكبير ده، بس مش هي دي القضية. خليني ايه اكمل النقطة دي. إذن هناك رائحة مؤامرة استغلت نقاط الضعف، يعني ايه اجري يالا توريس، يا خش على التوريس واضرب في التوريس، فيروس سي اللي هي نفس النظرية اللي انا قلت لك عليها، لعبوا على بعض النقاط اللي ممكن الدولة ما كانتش واقفة فيها. فيروس سي اوكي، ما هو فاكت، بس هو مش نمرة واحد على العالم، والسرطانات مش نمرة واحد على العالم، امريكا سبقاك، والامراض والكوارث الطبيعية دي مش بايد حسني مبارك، انه ليس الساحر الذي سوف يفعل هذا وهذا فيقضي على فيروس سي، ما لازم برضو نقول كده، فاهم يعني؟ لازم نقول ان هو حجم المسألة. وبرضو قضى على شان الاطفال، وبرضو عملوا معرفش ايه، يعني مش كل حاجة وحشة، وجاب الايدز للمواطن وكده ما نعممهاش، يعني عنده حتت في التعليم، انا مقتنع معاك، كان لازم التعليم يتطور عن كده، مع ان سيادتك متعلم في عهد مبارك وانا متعلم في عهد مبارك، واحنا الاثنين الحمد لله بنعرف نقرا ونكتب، كان انجليزي وفرنساوي، وبقابلك قدام لوي فيتون واخر حلاوه ومفيش مشكله، واللي بيخرج من عندنا من نظام حسني مبارك اللي هو النظام التعليم بتاع ثوره يوليو اصلا، وفي تعبير هنا انا كتبته عندك وعجبك، طلع واشتغل، التعبير اللي كنت اقصده ان حسني مبارك دفع فاتوره ثوره يوليو لوحده، هو شال مصايبه، هو عنده طبعا مصايب في 30 سنة ومصايب، لكن هو شال مصايب سادته عبد الناصر طبعا، يعني مبارك شال مصايب دفع فاتورة يوليو، واضحة جدا اهو، ومنشطة فاتورة يوليو، ولا تقصد فشل يوليو؟ انا معرفش بقى يوليو يعني فشل، فاتورة يوليو، فاتورة ثورة يوليو، كل ثورة ليها فاتورة، مين اللي دفع حاسب على الحساب كله المشاريب كلها؟ الرئيس حسني مبارك حاسب على الفاتوره يعني كلها. يعني تقصد ان عبد الناصر غلطان الاول والسادات غلطان الاول، مش مبارك لوحده؟ في خلل في شيء ما يا جماعه، في خلل، كان يعني في خلل، وانا هكتب فاتوره يوليو، في خلل، تقصد انه الفشل من عبد الناصر؟ ما في فشل طبعا عبد الناصر، وعبد الناصر هو اصلا عبد الناصر كمان اصبح نبي، ممنوع المساس لجمال عبد الناصر، خلاص هو نبي، هو اله، لا اسف، وفي ناس بتقعد معانا اعداد كده بيننا وبين بعض، اعداد انس وحاجات حلوه بيقولوا الكلام ده، بس يطلعوا في التلفزيون ما يقولوش الكلام ده عشان هم بيشكوا سكينه قوي وكده وحاجات كده. لا يا حبيبي، عنده اخطاء، ايه يعني المشكله ان يبقى عنده اخطاء؟ استاذ حمدين هيزعل ان انا قلت كده؟ يزعل. افراز قال لك ان حمدين هو ممثل الناصريه، جاب كام صوت؟ اصوات البطل اكتر منه،
اذا ما فيش شعبيه حقيقيه. تعال بقى نقول طب ما عبد الناصر عمل 67 مثلا، قفلوا القناه، يعني في حاجات كتيره، ولكن كمجمل هو الزعيم جمال عبد الناصر، وكمجمل هو الزعيم انور السادات، وكمجمل هو الزعيم محمد حسني مبارك. الوحيد اللي لا يستحق شرف انه كان يبقى رئيس جمهوريه مصر العربيه هو محمد مرسي، ومفهوم جه ازاي، ومفهوم المؤامره كانت عامله ازاي. ولا والخناقه بقى اللي حضرتك بتقول لي انت اتخانقت وبتاع، انا كنت قصادي واحد من اللي بي 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 بيزعقوا، فانا كان لازم ازعق، وابنه مش عارف بقى. تاني يوم لقيت ابنه سارق 14 مليون جنيه من بنك المحله، وهو كان قاعد معايا مش عارف كان قاعد بيعمل ايه، ما يروح ياكله، معرفش حقيقة. لا لا انا اعرف، عندي الفخران ابنه سارق 14 مليار مليون جنيه وبيتحاكم في محكمه، ده خبر يعني مش عارف المعلومه، وانشروه وكلم الدندراوي انشروه، احسن واحد بيكتب في الحساب. طيب مهم عشان متوافق معاك. المهم انا عندي كل الاضداد، يعني انا فاتح الجرنان لكل الاراء. خلاص هيقول لك بقى من انت علشان تهاجم الزعيم جمال عبد الناصر. طب حلو قوي، من انت كي تهاجم حسن؟ انت اهو انت بتهاجم حسن مبارك بصفتك ايه؟ يعني ايه خالد صلاح جنب حسن مبارك؟ مواطن، مواطن، وانا برضو مواطن، عشت في عصر، وانا برضو مواطن عليه ملاحظات، وانا برضو مواطن وشايف على الملك فاروق ملاحظات، على الخديوي اسماعيل ملاحظات، كل واحد من حقه. بس شايف ان الملاحظات اللي على مبارك ما كانتش تؤدي لسقوطه، وسقوطه مؤامره. لا سقوطه طبعا كان مؤامره ديفينتلي، ما فيهاش هزار يعني اكيد، وما فيهاش خيانه عشان الكلام بس ايه يبقى واضح. كريم حسين على التليفون. كريم اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اتفضل. نمسي الاول على استاذ تامر عبد المنعم. اهلا بيك يا استاذ. وبقول له ربنا معاك، يعني انت قدام خالد صلاح يعني حاجه صعبه جدا يعني. ولا اي حاجه يا عم، ده انا بردا وسلاما اهو، ده مفيش اي حاجه. استاذ خالد صديقي على فكره، ده انا مفيش اي حاجه. اتفضل. تعرف تعد؟ طيب امسك يا سيدي. ايه رايك في منظمه الشفافيه؟ في ايه؟ تقرير 2010 منظمه الشفافيه اذا كان خرجوا على مبارك بالنسبه للفساد. كويس؟ حسب منظمه الشفافيه في 2010 مصر في نفس الفئه مع ايطاليا والبرازيل والهند وتايلاند وجورجيا في معدل الفساد، وهو المعدل المتوسط. فلو قامت الفساد انه العود الثورة كان بيقول عليها الثورة على الرئيس مبارك عشان بسبب الفساد، فكان من الاولى ان في ايطاليا والبرازيل والصين يقوم ثورة. هذه حاجة بالنسبة للفساد. ايه رأيك في تركيا؟ انت شايفين ان هي في عهد مرسي كانت اكبر دولة للشرق الاوسط. طيب ديون تركيا يا فندم حسب برضه نفس التقرير، حسب تقرير البنك الدولي في 2009 بيقول يا فندم ان ديون تركيا الخارجيه 300 بليون دولار، في حين ان ديون مصر الخارجيه اقل من 100 بليون دولار. يعني تركيا عليها ديون خارجيه 7 أضعاف مصر. كويس؟ يعني لو كان عامل 12 ديون خارجيه كان عامل في تركيا. ادي حاجه. اليوم السابع يا فندم بتاريخ 30 ابريل 2013 كاتب بالبنط العريض البنك الدولي ثورة 25 يناير عرقلت جهود مواجهة فترة مصر. كويس؟ يعني كان في مواجهة لفترة مصر. حسب برضو البنك الدولي يا فندم بيقول ان مصر من اعلى الدول الافريقية في قارة افريقيا مصدر الدخل، يعني اكبر دولة في افريقيا بتدخل دخل، اعلى دولة. وبالنسبة لمؤشر السرطان حسب يا فندم حسب منظمة الصحة العالمية في 2010 برضو بيقول ان مصر هي المركز 143 على العالم في اقل الدول اصابه بمرض السرطان في طيب. حين انا فهمت يا كريم ان انت داخل تدعم تامر بالارقام. لا تدعم، لا يا فندم تامر بالارقام، اكلمك على طول، ما اكلمكش من خلال اتحدى اي حد، لان كل بيتكلم على حسني مبارك مش عارف الراجل ده عمل ايه لمصر وخدم المصر، كله بيتكلم. انا اقول لحضرتك حاجه، انا ما قلتش حاجه، كنت بقرا مقال يعني انتشر خبر على احدى المواقع ان الرئيس السيسي بيحقق حلم عبد الناصر في انشاء محطه الطبعه النوويه اللي عملها اصلا حسني مبارك واللي وافق على ارضها. لقيت خبر مقاله بتاريخ 20/10 على اليوم السابع بتقول ان مشروع الطبعه التوريث، يعني كان في حريه اهو في عهدكم بتتكلموا في توريث اهو، ده احنا عرفنا خالد صلاح في عهد حسني مبارك واليوم السابع في عهد حسني مبارك، ايه هننسى نفسنا؟ هو ال 520 جريده اللي خرجوا في عهد حسني مبارك، كان يقدر الرئيس قبل كده كان يقدر يتكلم او يشتم هو وابنه واسرته زي حسني مبارك؟ اللي المتصل اللي قبليه بيتكلم عن الحريه والديمقراطيه، هي مصر شافت حريه وديمقراطيه. بشكرك يا كريم، كريم اديتك فرصه بالثلاثه اللي قبل منك يعني. احمد من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا احمد.
ازيك يا استاذ خالد، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا فندم، اتفضل. والله احنا بنتكلم على حاجه فايته، واحنا عندنا مشاكل قد كده، عندنا مشاكل كتير قوي هي اولى بان احنا نناقشها. انا هقول للاستاذ اللي مع حضرتك على واقعتين انا عشتهم بنفسي، لان انا اسمي تامر عبد المنعم. اسمي تامر. الو، اسمي تامر. تامر عبد المنعم. اه مساء الخير يا فندم. يا استاذ تامر ممثل من فوق، بس احنا عايزين نقول ايه؟ انا عشت واقعتين في حسن، في عهد حسني مبارك، كنت مرشح في انتخابات في مجلس في 2010. نصا من مدير مكتب جمال مبارك الكرسي بتاع شبين الاراضي مدفوع فيه 15 مليون، اقسم بالله ما بكذب في كلمه، دي رقم واحد. رقم اثنين، كنت بزور مريض عندي في المصنع، بزوره في مستشفى النيل اللي في شبرا الخيمه. فكان درجه الحراره في اليوم ده 40، الكلام ده سنه 2010. وانا خارج، الدكتور اللي كان مقابلني وكان يعني كان صديقي، بقول له استاذنك انا هبعت 18 مراوح هركبهم في القوض لان فعلا الناس دي بتموت. فقال لي طب استاذنك في حاجه، وراح واخدني من ايدي ونزل لي مخزن في 200 مروحه واكثر من 1000 ملايه جديده، دول بيتفرشوا اثناء الزياره. انا مش هقول تاني حاجه يا استاذ خالد. شكرا فندم. شكرا شكرا. اخر التليفون قبل الفاصل اللي جاي، دكتور تامر. دكتور تامر اتفضل. دكتور ايمن من طنطا. اهلا دكتور ايمن. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ازيك استاذ خالد، واهلا بضيفك الكريم. اهلا وسهلا فندم. اهلا بيك يا فندم. هو بعد اذنك انا مش هعلق على موضوع الريس محمد حسني مبارك صح او غلط، انا نقطه بس استوقفتني في الكلام. اتفضل. ليه دايما بنتهم الشعب ان هو مش عارف ديمقراطيه؟ بالجهل. ما ينفعش، الشعب فيه اطباء ومهندسين ومدرسين وعلماء جوه وعلماء بره. تقصد الكلمه اللي قالها الاستاذ تامر، هل احنا جاهزين للديمقراطيه؟ لا، هو يعني قال ان يعني معنى كلامه ان الشعب ما يعرفش حاجه عن الديمقراطيه. ازاي ما يعرفش حاجه عن الديمقراطيه؟ لا، هو مش معنى كلامي، انا هاكد لك الكلمه، نحن لا نعلم اي شيء عن الديمقراطيه. لا لا، الشعب يعلم الديمقراطيه كويس وعارف ايه اللي له وايه اللي عليه. ده رأي الناس، رأي الناس يعني. هو ما هو الناس نزلت انتخبت، هو الناس لما تنزل يا تامر في 30/6 وفي 3/7 وفي 26، ده خطورة الشعب المصري بقى اللي بينزل يعني وعي ساعة اللحظة اللي بيشعر فيها بالخطر، الخطر الحقيقي نزل 30/6. بعد الفاصل هنكمل، وانت لسه حتى الآن ما جاوبتنيش عن اراء حسني مبارك. لا هم انا مش هو انا عايش مع حسني مبارك. انت مش لا يعني انا بسمع، انا عارض لك الصور. انا بسمع انا عندي الصور. ايوه ماشي عندي يعني صور. انت عمال تقول لي أيوة وبعدين أيوة عارض لك الصور. ايوه ايوه المشكله اعرفه كويس. كل معقولة. الصور يلا يا باشا، انزل في صور وهو بيلعب طاوله مع مبارك. لا ما عنديش صور وانا بلعب طاوله مع مبارك. في لا والله بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، ومذكرات مبارك التي يسجلها تامر عبد المنعم. يا عم انا ما بسجلش حاجه يا عم. انت ليه مصمم ان انا بسجل؟ قول لي ليه؟ يعني اديني سبب. انا قاعد مع تاريخ سجل جوه دماغي. يعني بتقعد كده وما بتسجلش؟ لا طبعا انا قاعد. ده حسني مبارك، ده حسني مبارك يا تامر. هو الناس فاكره ان حسني مبارك ده ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني فاكر حسني مبارك ده ايه يعني؟ متهم بالفساد في قصور الرئاسة، ورئيس جمهورية مصر العربية 30 سنة، وبطل من أبطال حرب أكتوبر غصب عن عين أطخن تخين. اوعى تقول كده تاني. ازاي يعني؟ اهو زي ما بقول لك كده. اوعى اقول كده. اه اوعى. يعني انا جايبك تقول رايك. لا وانت تقول لي اوعى تقول كده. ما انت انا لما تيجي ضيفي هبقى برضه مش هبقول رايي. انا سمعت. انا انت عارف ان انا الوحيد في 2011 اللي كان عندي برنامج كان بيتعرض على القناه اللي احنا فيها. يا تامر انا بشوف ان الشخص الوحيد اللي مدي لحسني مبارك قبله الحياه وبيخليه مستمر في الفضاء العام حضرتك. لا بطلوعك، باستمرارك في الخناقات، بطرح مشاكل، بتسريب كلام عن مذكرات. اقسم بالله ابدا. انا بقول لحضرتك اقسم بالله ابدا. ولكن حسني مبارك تاريخ. ما انت تاريخ. انت عايز تاريخ تقيمه ولا تاريخ تمجده على عبله؟ لا ادي له حقه واقول له اللي عليه. انا مش وانت بتقول له اللي عليه بذمتك. انا لا اجرؤ ان اقول له اللي عليه. الله لا اجرؤ اقول له في وشه اللي عليه. مين انت تقدر تروح تقول له اللي عليه؟ طب كل الناس بتقول اهي، ما الناس دخلت قالت. ما هو بقى الناس لما امي الله يديها الصحه يا عيانه يعني ادعي لها وهي بتشوفنا دلوقتي، علمتني ان لما حد ما يكونش على جواده ما اضربش فيه. عارف ابراهيم عيسى؟ انا ندمان في مكالمتي مع منى الشاذلي اني شتمته.
ساعة ايه؟ ساعة الثورة يوم 28. ندمانين اللي شتمت ابراهيم عيسى؟ والله العظيم ثلاثة ندمان ومكسوفة، او انه صاحبي انت عارف انه صاحبي مكسوفة، احط عيني في عينه من يومها. عارف ليه؟ لان هو طلع فارس، الراجل ده كان بيخبط مبارك في عز الحكم وخد سجن. وابقى احكي لك قصة على السجن دي. ابقى احكي لك مبارك اللي حكاها لي. احكي لك مبارك عفى عنه، عايز تعرف دي مبارك؟ مبارك اللي حكاها لي. اوكي. اما عارف انها اساءة في حقه، يعني الـ السجن اللي جاله ده اساءة من ابراهيم عيسى في شخص مبارك، رفع التليفون وكلم اللي هو حبيب العدلي وقال له هصدر له عفو رئاسي. وكان هذا هو العفو الرئاسي الوحيد اللي عمله حسني مبارك في تاريخه. ولسه لما الحكم يحصل يعني وساب الناس هو تبلغ حسني مبارك قاعد فاضي للمحاكم يعني. محكمة طنطا بتحكم على ابراهيم عيسى جرايد. يعني معقولة ما بيقراش الجرايد يا تامر؟ صفحة الحوادث لا بيقرا الجرايد يعني. ما استنى هو كمان اللي ابراهيم عمله ما كانش قليل يعني، تبقى شو يعني برضه في النهايه، وان انا بعفو عن الناس. ما هو دي بقى مساله مهمه قوي. مبارك ما اعتمدش على الشو. عارف مبارك لو كان اعتمد على الشو كان عمل ايه يعني؟ في اكتر من كده كان ما كانش بقى ده الحال. الشو ده شيء مهم. الشو في شو زي كده التنحي بالظبط بتاع جمال عبد الناصر ده شو، ومن وجهة نظر يعني وانا المسؤول عنه. جمال عبد الناصر شو عمل شو بالتنحي، والناس نزل الاتحاد الاشتراكي وقال طيب له لا تتنحى. انا بعتذر لك على حاجه مهمه لازم الاستاذ حمدي الفخراني، ان انت اتهمته بانه ابنه. انا مالي وانا اللي اتهمته اللي مكتوب كده ماشي. انا محكمه فاحنا بس هو عايز يرد هيرد. اتفضل. قوي قوي استاذ حمدي الفخراني، اهلا بحضرتك استاذ حمدي. اهلا بيك يا استاذ خالد. ازيك يا فندم؟ الله يخليك. من حقك الرد يا فندم. انا سمعت يا استاذ خالد اللي قاله الاخ تامر عبد المنعم، وانا بقول القضاء بينه وبينه، وانا مش هسيبه علشان السب والقذف اللي عمله ده. بس لازم اقول لك ان انا فعلا بتعرض لهذه الحمله الجبانه من بعض، مش هقول الناس السفله، لكن انا هقول لحضرتك انا دلوقتي حالا متهم بسرقه بطون ميه، متهم بحرق مقرات الاخوان. انت متهم بسرقه موتور ميه؟ انا يا بيه انا دلوقتي حالا. يعني اللي قاله تامر على 14 مليون جنيه ده حقيقي يا بيه؟ الناس ايوه بينا قاريو بتقول كلام، وتامر اقسم بالله ما هسيبه يا عم. اتسال انت هتهددني؟ اقسم بالله ما هسيبه. انت هتخوفني وبينه اخوف مية زيك يا عم. روح اجري خش نام ولا غطي روحك. خش غطي يا استاذ حمدي. احنا بندي لك حق الرد، ارجوك ردي لي ساعه هشتبه. انا بقول لك اهو لو مش عايز خناقه امسح بيه الارض. انا ما بحبش الخناقه. انا ما حدش يكلمني. لا تتكلم معايا بادب. طب اقسم بالله هو يرد على اقفل التليفون. هو بيرد على 14. بقول لحضرتك مكتوب واحد بيقول لك متهم بسرقه موتور ميه. انا مالي استاذ خالد؟ يا استاذ حمدي اتفضل. هتعمل لي حاجه؟ انا رد واحد اقسم بالله انزل اجيبه. هو الراجل يا تنزل تجيبه ايه بس؟ هتعمل زي ما بقول لك كده بس هيعلي صوته وهتعمل الحبتين دول يا استاذ حمدي. باول حاجه في وشه رد على موضوع ال 14 مليون ده بكده واحده. ده حقك يا استاذ حمدي. خلاص رد زي ما خالد انت جايبنا في ولا مش موجود؟ يا ريت تديني فرصه اتكلم على الهوا. هل حكايه ال 14 مليون دي حقيقيه؟ هل في تهمه كده؟ ايوه يا فندم في خلاص يبقى ما تتكلمش. يبقى ما تقوليش ما تقولش. الوضع انت بقى الجاي محطوط الحكم. الله انما مش احنا يا بيه اللي بنبيع ضمانه وبنبيع ناسنا. ما تخلينيش افتح له. شكرا استاذ حمدي الفخراني. بشكرك. الراجل بيقول لك اتقال كده وفعلا في تهمه كده. شكرا استاذ حمدي. انت ليه بتتعصب؟ انا لا اسمح حد يخبط فيا. مش بقول لك بتحب الخناق؟ ما احبش حد. بحب الخناق. بتحب الخناق دي المشكله. يعني كل اللي انت بتعمله رصيد، انت بتعمله عمال تتكلم وتقول بعد كده تتخانق ليه؟ انت قلت تهم على الراجل لازم ندخله يرد. دخل الراجل من حقه يرد. خلاص شكرا. قال ايه بقى؟ انت قول. قال فعلا بيرددوا وانا متهم بسرقه موتور ميه. ما كنتش اعرف انه سرق موتور ميه او متهم بسرقه موتور ميه. تامر انا عايز اخدك بره السياسه. انت مالكش في السياسه تامر. ايوه انا اقتصادي. لا انت مالكش في السياسه. مالكش خالص في السياسه. كل الحاجات اللي انت بتعملها دي انا رايي تركز في الفن. يلا يا باشا. انت بتعمل ايه فن؟ طيب انا عايز اخرج بره المود. بتعمل ايه فن؟ انا بعمل مدرسه جديده اسمها سينما كيز. سينما كيز دي اول مدرسه بالاشتراك مع مدرسه كبيره في لندن اسمها ستريت كيرف لندن فيلم سكول، برعايه بس ما تقولش لحد ناس كتيره
من ضمنهم اليوم السابع. انت بتلبسني على الهوا. نمرة اتنين بيدرس فيها مجموعة كبيرة من المخرجين. مدرسة سينما. لكن مش عامل مسلسلات جديدة او حاجة او كاتب حاجة جديدة؟ عامل. عامل بعمل فيلم شخصاتي بارتو. والله. وبعمل الظاهر. الظاهر. هتعمل ايه في المشخصاتي بقى؟ هتقلد لنا مبارك؟ وارد، لان نجوم المرحلة لما عملت المشخصاتي واحد كان عمرو دياب ومحمد فؤاد وعادل امام ومحمد زكي. نجوم المرحلة حاليا دي بداية الفيلم يعني. حاجة تانية خالص. زي فانا بادئ فيلم يوم 25 يناير. ده انت برضو مصمم تتريق على الثورة. خالص. امال ايه؟ خالص ايه؟ بيعملوا فيلم سواق الرئيس. زي فيلم طباخ الرئيس كده. فجايبين واد يعمل دور الرئيس. يطلع كده بظهره وبوشه وكده. فبيعملوا له مكياج على الشوب، بيعملوا مكياج وبيخش في دور الرئيس، وبيطلع المفروض يشاور من العربية كده. هو ده الشوط الوحيد يعني. فالسواق اطرش، بيخرج بره الاستوديو، بيطلع على شارع الهرم في التتر اثناء المعمعه بقى ما بين 25 يناير وما بين الناس اللي بتحييه. فبيبان كمان وكان ان ايه، انه الرئيس مبارك، كان الرئيس مبارك هو اللي ماشي، هو اللي الناس بتهلله برضه يعني. الناس هنا بيشتموا بيهللوه، الناس بيهللوه. فطبعا الامن بيتدخل يعني وبيجيبوا الولد، فبيعرفوا ان هو بيعمل فيلم. طبعا كل بتوع الفيلم قفلوا تليفونهم. ويسقط النظام وتبدا الثوره بقى وما تلاها من احداث. فمبارك ده بقى هيفضل الولد بقى المشخصاتي ده. لا خلاص كده بقى، انا ما اقدرش اعمل اكتر من كده يعني مع الرئيس مبارك. لكن في بقى خيرت شاطر، وفي الرئيس محمد مرسي، وفي وانت بتقلدهم في ال طب امال مين هيقلدهم؟ طب قلد لي مبارك كده يعني، هتعمل مبارك ازاي؟ انا بحب كزي. الرئيس مبارك ما اقدرش اقلده يعني. يا سلام. اقلده في انت كنت بتقلده في الفاصل. ايوه انا بحبه. طب يعني ماشي، قلده بحب. انا شايف ان الموقف فظيع. وفي لا لا ثانيه واحده، لا خلاص مش هسيب المشخصات. ما انا عايز اشوف برضو مواهبك على الهوا عشان ما نرجع تاني. مش عايز اختم بالخناق. انا مش عايز مفيش خناق. مش عايز خناق. بحبش احب الناس ترد على بعض كده كويس. ومش ده مش برنامج خناق. ومقلد مرسي في طبعا. في الفيلم ايه بقى مقلده ازاي مرسي بقى؟ و ايوه ورينا. ولا انت لسه هو ده اتساب يعني؟ مرسي لا يترك يعني. وعلى فكره مش شماته مني، انا الوحيد اللي كلمت احمد موسى وزعلت وكتبت، قلت لما قال انا جايب لك بدله الاعدام بايدي، انا ما احبش الشماته في حد. وقلت قلت احمد موسى ما يشمتش في مرسي. خلاص مشي، اشمت فيه ليه؟ ايوه بس لسه الارهاب شغال. ماشي اوكي، ده موضوع تاني، بس ما اقولوش هديك البدله الحمراء. اظن انا مش مع مرسي. بس يعني برضو الاخلاقيات بتاعتي سقطتني لده. أنا طب قلد لي مرسي كده. لا مرسي ده شغلانه. ده انا بختبرك فنيا على الهواء، اعتبر نفسك في كاستنج. انت انسان نبيل على الله يخليك. والله وحساس. الله يحفظك. الله يخليك. ما تقفلهاش بخناقه مع حمدي الفخراني. لا خلاص كدا. انا حمدي انا ما فيش مشكله بيني وبينه. انا قلت حاجه هو اعترف انها اتكتبت. خلاص هو الراجل قال ايوه فعلا متهم. جدع الاسم اللي عندك يعني هتخبط فيا هخبط. خلاص خلاص خلاص. لكن قلبي معاه، وما احبش ان هو على فكره يكون ابنه متهم بمصيبه زي دي. ولا الراجل بيقول بيتعرض لحمله. لو هو بيتعرض لحمله ومظلوم انصره اول واحد. ولا على فكره لو ابنه حتى بحقه حقيقي حصل فيه كده انا ما بعايروش بده. لكن يعني مش لازم بقى لو دي حقيقه بلاش شرف قوي بقى ده يعني. خلينا بقى عشان ربنا يعديها لنا في المحاكم والنقد وكده يعني. ما في مرسي بقى ماله مرسي؟ مرسي عنده ده تعبني يعني. انه عنده مشكلة في بقه، وعنده مشكلة في عين من العينين، وعنده صوت وما شاء الله عليه يعني بيخطب خطب. يعني طب بلاش مرسي، بلاش مرسي. البرادعي. لا هزعل ناس مني. لا وريني كده. لا 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 مش مهم. انت بتخاف؟ بتكسف. بتكسف. طب اقسم بالله انا خجول. لا يا راجل. طب قلد مرسي او البرادعي يعني مش معقوله. طب هو لازم قلد مرسي او البرادعي يعني؟ ده دعايه للفيلم. اغني لك عمرو دياب. لا 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 الحاجات الحلوه. لا عمرو دياب بحب عمرو يا عم، مش عايز اسمع صوتك. عمرو دياب اجدع واحد في مصر. طبعا. خلاص واكثرهم وطنيه. طب خلاص انت ما تاخدناش بعيد. هاجي لك على الوطنيه. انا عارف انت عايز ترمي الايه، بس خليني هاجي لك على وطنيه عمرو دياب عشان فعلا عمرو اتعرض لحمله ظالمه. بس البرادعي او مرسي؟ يلا صاحب مصر العظيم.
كمل. حلو كده بس كده. لا والله حلو. لا عشان ما احرقش الفيلم. حلوة. يعني هو كده ما انا عارف انها. طب البرادعي؟ لا ما اعرفش يا دكتور. يا راجل. بس انا عشان يعني لازم ابقى جايب الكاركتر قوي. يا كارهه قوي يا حبه قوي. وانت حابب البرادعي ولا كارهه؟ لا ما بحبوش. ليه؟ ما بحبوش. ايوه ليه؟ ما اعرفش. ما بحبوش. عشان هرب؟ تخلى يعني ولا عشان تخلى ضد افكاره؟ تخلى وكان بيلعب دور غير مفهوم. وهروبه وبعد وكلامه عن فض رابعة يعني في كلام مش وطني خالص. احنا في الاخر بدأنا. طيب انت بقى عايز تقول بتقول لي عمرو دياب وطني، هو من اتهم عمرو دياب بغير ذلك؟ بص يا استاذ، عمرو دياب مش محتاج كام فلوس ولا محتاج حاجة علشان يغني لمصر. عمرو دياب غنى لمصر. لما غنى اللي ضحى لأجل وطنه كان بيغني لمصر، هم حبوا ينسبوها انها لمبارك، هو غناها الى كل من ضحى من اجل ضحى من اجل وطنه. ومبارك كان ضحى من اجل وطنه فلايق عليه وهتليق على الاف غيره. عمرو دياب غنى الاغنيه بتاعته بتاعت مصر قالت دون مقابل ونزلت وعملت شغل. زعلت او ليه بقول عمرو دياب ده؟ لان انت زي ما جيتش تشارك باغنيه او تشارك بحفل قناه السويس، اشمعنى يعني عمرو دياب؟ ما في غيره كتير. وبعد كده هو انت وجهت له دعوه وهو رفض؟ و عمرو دياب لو كانت وجهت إليه الدعوة بمعرفتي الشخصية بيه أقول لك إن عمرو دياب ما كانش هياخد جنيه. في ناس عملت أغاني وطنية، سبوبة وطنية من أيام 2011 لغاية النهاردة، عملوا ثروات من خلال مواقفهم المفروض إنها وطنية، لكن قبضوا عليها. قبضوا عليه. يمكن برودكشن يعني انتاج او قبضوا عليه. قبضوا برودكشن وانتاج وزهور ومتاجره وبرامج، وفي مش شرط فنان مطرب او فنان كده، في 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 مذيع. هو عيب انه يقبض عليها على الاغاني؟ ما زايدش. ما زايدش او بس يعني خدت فلوس بس على الاغاني اللي كتبتها او اللي لحنتها او اللي غنتها. انا لما هشتغل شغلانه هكتبها هاخد عليها اجر، لكن مش هتاجر بيها او اعملها عشان اجر. يعني في ناس عملت كده كتير. يوه ده في فرق يا معلم طلعت. زي مين؟ ما مش هقول بقى، انت هتخليني اخبط في الناس ليه؟ في فرق طلعت. في ناس يعني في حفله زي بتاعه وانا وانت كنا انا كده انا ومراتي وانت ومراتك كده اللي اتعملت في مسرح الكلام. اللي غنوا اللي هو اوبريت حبيبي يا وطن. الناس دي لو ما كانش في 30/6 كانوا راحوا فين؟ لو ما كانش في 30/6 بس غنوها قبل 30/6 لو ما كانش بقى فيه 30/6 بعد ما واحد زي محمد فؤاد بس الجاكيت بتاع الرئيس السيسي وكان اميه وزير الدفاع وقال له مصر امانه في رقبتك مثلا. كلمه طلعت منه كده. هو صاحبي انت عارف ده، انا اخويا يعني. فقلت له محمد ليه يعني انت خفت عليه؟ خفت جدا عليه. خفت جدا عليه. كان في حمايه الجيش. ايوه يا فندم ماشي، بس كان في رئيس دوله اياميها يعني. انت بتشتم في ده واحنا مش عارفين اي حاجه. لسه احنا بنشارك وخفت عليه. ممكن انا لو كنت مكانه كنت عملت اكتر من كده. في ناس كتيره. طب عمرو ما غناش ليه في قناه السويس في رايك؟ ما حدش ندوه. اكيد ما حدش ندوه. بس ما حدش ندوه ولا عمرو نوع من الفنانين اللي بيحب يعمل الاعمال بتميز، مش يعملها يعني عمرو دياب مش بتاع حفلات مدارس. عمرو دياب بتاع حفلات مدرسه. فول ستوب. عمرو دياب بتاع لما بيجي يعمل فرح التفاصيل اللي عنده في الفرح تتعبك. تجهدك. يعني عمرو دياب لما يجي في فرح بيبقى فنان حقيقي، نجم ميجا ستار خلاص، ويقدر يعمل كتير يعني. وكان يستثمر. انا لو موجود استثمره في ايه؟ ابن بورسعيد. يستثمر. هو قال في حفلته في ساحل المره دي قال انا ياما عمت في القناه دي حقيقه. وان هو حضر حفل القناه قبل كده افتتاحها يعني انا كنت استثمر عمرو دياب في ده. ان انا في رايي بقى من اعظم الحاجات اللي صدرناها، في حاجات كتيره صدرناها في اخر 25 سنه اهمها على الاطلاق عمرو دياب. حلو التعبير ده. من اهم ما صدرنا منتج للتصدير والله اللي سد مع اللبنانيين واللي سد ولسه واقف ما شاء الله عليه. ربنا يزيده ويبارك له. حاجه اخيره قبل ما نختم الحلقه، مشروع اللي انا رحت قلت لي طب عمرو كده بقى هقلته لك وانا حته بقى هقلته لك وانا بختم والله. وانا بعمل مدرسه السينما سينما كيز دي، اول ناس رحت لهم قبل ما اجري على يوم سابع ولا على سكاي نيوز ولا على ولا 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 لسه ما وافقتش انا معايا عقد. المهم لسه ما وافقتش انا قبل ما اعمل ده رحت وزاره الثقافه المصريه وقابلت الوزير عبد الواحد النبوي. ولكوني
جوز بنت فريد الديب. يلا على بلاطه هيك. مين انت يعني؟ ولكوني احد المدافعين او انا ما جبتش جوز بنت فريد الديب ولا اي حاجه في الحوار. انا بقول لحضرتك ان انا بحترم فريد الديب وبحترم حنان. لا ما يتخدش. اتقال كده في وزاره الثقافه. انا بقول ما خدوش المشروع. لا قول تاني بقى الكلمه دي على بعضها. انا خالي جالي فكره وانا راجل كنت ناجح يعني ولا مؤاخذه ما حدش عارف يعمل حاجه في قصر السينما ده بعدنا او بعد فاروق حسني كمان ما حدش عارف يعمل حاجه في وزاره الثقافه يعني خلينا صراحه بقى. وفاروق حسني ده انا ما سيبوش. انا كدوله ما سيبش واحد زي فاروق. اجيبه مستشار كده افتح لي المتحف الكبير يا فاروق يا حسني روح افتحه وكنت تحطوه في المؤتمر الاقتصادي. ما علينا. احكي قصتك مع وزير الثقافه. ما عنديش قصه معاه. هو مؤدب جدا ومهذب. انا كنت خبطت فيه خبطه لان لقيت عنده مجموعه. بتقول ان انت كونك جوز بنت فريد الديب انا فلول يعني فانا هعمل مشاكل. مش انا كفء وهشغلك وزارتك. مش انا كفء عن رئيس الهيئه اللي انت مقعده اللي ما حدش عارفه ده واعمل نشاط بحقه حقيقي وانا ابن الوزاره واخد اجازه بدون مرتب. لكن اقلت كل ذنبي ان فضلت حاطط صوره حسني مبارك 6 اشهر في مكتبي خايف اشيلها. خايف اشيلها لان عيب وهم مرضوش ياخدوها بعد كده في المخازن مع انها عهده. حاططها دلوقتي في اوضه نوم يعني فكره بالمناسبه والله العظيم. بحب يا اخي حسني. انا بحب حسني مبارك. انت مش عايز تصدقني ليه يا عم؟ مصدقك. انا بحب محمد حسني مبارك بحبه جدا جدا زي ما في واحد بيحب جمال عبد الناصر زي ما في واحد بيحب السادات. عمرو بقى. عمرو بقى عشان خلاص الوقت قبل بس ما اقفل حته الوزير عشان ابقى ضربت القضيه. عيب ان تسيبوا الكفاءات علشان خايفين. لو خايف اوعى تقعد على كرسيك. اللي يخاف يروح. معاكم رئيس ماشي بقطر ديزل وانا شايف بعض الوزراء وبعض الوزارات راكبين كارتات وبتاع مش هتلحقوه. وفي ناس فاهمه الحكايه مش هتعرفوا. وزير الثقافه راكب ديزل ولا راكب كارتات؟ لا كارته. شكرا. على بلاطه يلا ارجوك. عمرو دياب. وانا اكتر واحد بيحبك. دي اهداء لمبارك. انا اكتر واحد بحبه حسني مبارك. شكرا تامر عبد المنعم. هذا صوت موجود. هو طبعا عشان اكون امين معاك هو يعني ناورني كتير جدا في موضوع المذكرات فيما يبدو لي ان هو قبل الهوا يمكن حد قال له بلاش تجيب سيره المذكرات يا تامر. حاجه انا قلت انت ما اقول دلوقتي. انا مذيع. انا مذيع. انت قلت لي اعرض لك صور يعني ما عرضتهاش. تامر انت لا صور اتحيلت على محمود سعد الدين ما يعرضهاش. لا دي مش عارضها بقى خلاص. مش هتعرضها. لا عايز اسالني. بشكرك شكرا جزيلا تامر. ده صوت يا جماعه فنان وليه انجاز واشتغل كويس وشاب مش محتاج حاجه تقريبا لكن صوت موجود. انا متفق معاه قد ايه الحقيقه 90% من اللي قاله تامر انا مختلف معاه من زمان. هو يعرف يعني التفاصيل دي بنناقشها كتير كناس موجودين مع بعض في فيلد واحد. لكن اللي انا بقوله رساله اللي انا عايز اقولها انه في حاجات كتيره جدا لازم تتسمع ولو بطلنا نصم اذاننا هيطلع لنا بقى واحد زي مثلا وزير الثقافه هو اللي يقفل على مشروع كويس علشان خاطر ده جوز بنت فريد الديب او ده فلول او ده من بتوع مبارك. بقيت انا بكلمهم ما بيردوش. انا بكلم ناس ما كانتش تعرف لا مؤاخذه تخش على مكتبي في قصر السينما تقعد 3-4 ساعات عشان تقابلني ما بيردوش عشان خايفين ويضيعوا على مصر وعلى وزاره الثقافه مشروع. يا سياده الرئيس في ناس جوه الحكومة بيتعاملوا معانا على اننا عندنا جزام. يعني انا عندي جزام. انا شاطر. انا مش هقوم قصر السينما. انا هقوم وزارة الثقافة دي في اسبوع. الوزارة شوف الجبروت خلونا طمعنا في ايه. اقوم وزارة الثقافة في اسبوع. لكن احنا عشان مصر نشتغل لا ما نشتغلش. عشان احنا عندنا جزام. عشان احنا مرضناش نشتم حسني مبارك. عشان احنا متجوزين بنت فريد الديب اللي بيدافع عن حسني مبارك. اطلق مراتي انا بقى عشان اخد رئيس مباحث زي فيلم زوجة رجل مهم. يعني نطلق مراتاتنا ونغير مبادئنا علشان البي رئيس الهيئة يرد علينا والبي رئيس البي وزير الثقافة يرد علينا. ما بهمنيش حد. انا ما بخافش وما بهمنيش حد. شكرا تامر عبد المنعم. واشوفكم بكره ان شاء الله. عندنا حلقه مهمه جدا جدا مع دكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي. بكره هستناكم تصبحوا على خير.